من القدس تنضم إلينا موفدة الحدث رفاه السعد. مساء الخير رفاه. إذا المزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية، خصوصا بعد الحديث عن اعتراض مسيرات ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي لبعض الوقت وإعادة فتح المطار بعد ذلك أمام المجال الجوي، بالطبع إضافة إلى الصواريخ البالستية التي أطلقت اليوم. تفضلي. صحيح أنجي، التطورات الميدانية والأمنية اليوم كانت متسارعة جدا، يعني رغم أن يوم أمس كانت الرشقات وصلت إلى أكثر من 200 صاروخ إلا أن اليوم الصواريخ كانت أقل، لكن التطورات الأمنية أكثر. كان هناك صواريخ باليستية وكان هناك 5 مسيرات مثل ما ذكرتي. أبدأ بصفارات الإنذار التي دوت قبل قليل، كانت بغلاف غزة، يعني نتحدث عن جنوب إسرائيل على عكس ما شاهدناها قبل الساعات الماضية دوت في شمال إسرائيل. طبعا سبقها مثل ما ذكرتي كان هناك إغلاق مؤقت لمطار بن غوريون، توقفت حركة الملاحة الجوية بعد تحذيرات أمنية من دخول مسيرات، قال الجيش الإسرائيلي أنه أسقطها قبل أن تدخل الأراضي الإسرائيلية فوق البحر المتوسط. لذلك كان هناك كإجراء أمني تم إغلاق المطار إلى ما يقارب نحو نصف ساعة، ثم تم إعادة تشغيله من جديد. سفارات الإنذار أيضا كانت قد دوت في الجولان، في طبرية، وفي مدينة بيسان، بعد أن كانت هناك رشقة صواريخ من ما يقارب 25 صاروخ، نتحدث عن صواريخ متوسطة وبعيدة المدى. قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض أغلبها، فيما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة. سبقها أيضا كانت هناك هذا التطور الأمني اللافت، أنه صاروخ باليستي الذي سقط في وادي عرق، قال الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراضه، وكانت هناك أيضا بعض الشظايا التي سقطت في ضواحي حيفا. طبعا أيضا كانت هناك رشقة أخرى سبقتها على المستوطنات في شمال إسرائيل، وهي تحديدا المحاذية وخطوط التماس مع جنوب لبنان. كانت هناك أيضا رشقة صواريخ أخرى، نتحدث يعني لغاية الآن ما يقارب أكثر من 100 صاروخ استهدفت شمال إسرائيل منذ صباح الباكر ولغاية الآن. التقديرات الإسرائيلية والعسكرية اليوم كانت تتحدث عن ما هذه التغيرات الأمنية والرشقات الصاروخية، كان يتحدثون أن المرحلة الثانية التي تحدث عنها حزب الله هي ما يحدث حاليا، هو كثرة الرشقات بعدد كبير من الصواريخ واستخدام صواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى أن تكون هناك أكثر من مسيرة، وهذا ما يحدث تشتت في الدفاعات الجوية والقبة الحديدية. هذا ما كانت تتحدث عنه اليوم بعض التقديرات العسكرية إلى وسائل الإعلام عندما كان هناك حديث عن ما أعلنه حزب الله في ما هي المرحلة الثانية التي يتحدث عنها حزب الله، فكان هي تشتيت القبة الحديدية وتشتيت أيضا صواريخ الاحتراق بشن عشرات الرشقات، وأن تكون هناك من بينها صواريخ بعيدة المدى وأن تكون هناك مسيرات. وبالفعل هذا ما بتنا نشهده خلال الأيام الماضية، كان هناك دخول عدد كبير من المسيرات التي باتت تقطع نحو 70 كيلومتر لدخول الأراضي وسط إسرائيل، نتحدث عن تل أبيب التي وصلتها أكثر من مرة هذه المسيرات. أيضا اليوم الجيش أعلن عن يعني تدمير 15 منصة في جنوب لبنان، قال أنها كانت منها تطلق الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، كما أعلن أيضا عن إصابة 130 جنديا في شمال إسرائيل وجنوبه، يعني تحديدا في يعني بالمعارك في قطاع غزة. هذه أبرز التطورات الميدانية أنجي.